تفسير حلم الميت في المنام لابن سيرين. هناك بعض الرؤيا المكررة التي تمر علينا جميعا من وقت إلى آخر، ومن هذه الرؤيا المكررة هي رؤية الميت في المنام التي تظهر لدى الكثير من الناس في أحلامهم، ويكون لها العديد من الدلالات والتفسيرات المختلفة. تعد من الرؤى التي يراها العديد من الأشخاص خلال منامهم، وقد يكون سبب هذه الرؤية هو اشتياق الرائي للمتوفي، أو ربما تكون رسالة لصاحب المنام وعليه الاستجابة. وتختلف التأويلات حسب ما يراه الحالم من تفاصيل في المنام، وكذلك حالته الاجتماعية والنفسية وظروفه. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. مشاهدة تفسير رؤية الميت في المنام لابن سيرين. إذا شاهد الرائي ميت يعرفه يموت مرة أخرى ويبكي عليه بلا صراخ في الحلم، هذا يدل على عقد قران أحد أفراد عائلته. عندما يرى النائم أنه يبكي على شخص ميت يعرفه في المنام، علامة على دخول الفرح والسرور على أهل منزله. أما في حالة رأى النائم ميت يموت مرة ثانية في الحلم، دلالة على وفاة أحد أقاربه. بينما ترمز رؤية شخص ميت يموت مرة أخرى دون إقامة جنازة في المنام، يدل على هدم بيت صاحب الحلم. إذا رأى الحالم ميت يضحك في المنام، يدل على وجود المتوفي في منزلة رفيعة في الآخرة. أما في حالة شاهد النائم أن الميت يتكلم معه في المنام، علامة على صدق حديث المتوفي الذي سرده على الحي قبل مماته. رؤية وجه الميت لونه أسود في الحلم، دلالة على موت المتوفي وهو على معصية، والله أعلم. عندما يرى النائم أنه يسلم على شخص ميت، يدل على حصوله على مال وفير خلال الأيام المقبلة. يرى ابن سيرين أن الميت الذي يظهر في الحلم يدل بالانتصار على العدو. قد يكون ظهور الميت في الحلم هو نتيجة الشعور بالحنين من صاحب الحلم لهذا الشخص المتوفي وحاجته إلى رؤيته، وفي هذه الحالة لا يكون لها تفسير. لو جاء الميت يخبر الحي أنه سعيد ومسرور، فإن هذه الرؤية تدل على سعادة الميت في الحياة الآخرة. أما لو جاء الميت حزين ويبكي في الحلم، فهو يدل على أنه بحاجة إلى الدعاء أو الصدقة الجارية حتى تنفعه في حياته. تفسير رؤية الميت والتحدث معه لابن سيرين. يرى ابن سيرين أن رؤية الميت يخبره الحالم أنه حي في المنام، دلالة على النعيم الذي سيتمتع به في حياته. أما في حالة تحدث الميت مع الحي عن سوء حالته في الحلم، دلالة على حاجة المتوفي للدعاء والاستغفار والصدقة. رؤية الجلوس مع الميت والتحدث معه في المنام، علامة على الذكريات الجميلة التي كانت بين الرائي والميت. من يرى في حلمه الميت يتكلم معه، دليل على غفلة الرائي عن رد الأمانات لأهلها، وجاء الميت للرائي في منامه لكي يذكره بها. التحدث مع الميت في الحلم علامة على طول عمر صاحب الحلم، والله أسمى وأعلم. تفسير رؤية الميت مبتسما في المنام لابن سيرين. يرى ابن سيرين أن رؤية الميت في الحلم عموما دلالة على الخيرات والبركات العظيمة الذي سيكون لصاحب الحلم نصيب منها. عندما يرى الحالم شخص ميت مبتسم في المنام، دليل على حسن الخاتمة، والله عالم الغيب. رؤية الميت مبتسما في الحلم دلالة على أن المتوفي قد فاز بالجنة وخيراتها ونعيمها. من يشاهد في حلمه أن الميت يخبره أنه حي وكان مسرورا، دل على أنه يحظى بمقام الشهداء.
أما في حال كان الميت مبسوط وسعيد في الحلم فهذا يعني أنه على نفس هذه الحالة عند المولى عز وجل. تفسير رؤية الميت في المنام للنابلسي. يرى النابلسي أن ظهور الميت في منام الحي يشير إلى مرور هذا الشخص ببعض المشاكل المادية في القريب العاجل، كما أن الميت أيضا قد يدل على وجود سر كبير في منام الحي لا يريد ظهوره، ولكن هذا السر سوف يظهر ويكشف أمام الناس في الفترة القادمة. أما لو رأى صاحب الحلم أنه هو الذي توفى ورأى مراسم الجنازة كاملة في الحلم، فإن تلك الرؤية تعبر عن فساد دين صاحب الحلم وعليه مراجعة نفسه. من يرى أنه يجلس بين مجموعة من الأموات في الحلم فإن ذلك يدل على وجود الكثير من المنافقين في حياته. يقول النابلسي أن الحلم بالموت للشخص نفسه تدل على العمر الطويل لصاحب الحلم، ونفس التفسير لو رأى الشخص أحد الأقارب يموت في المنام. تفسير رؤية الميت في المنام لابن شاهين. يرى العالم ابن شاهين أن الميت المحبوب في منام صاحب الحلم يدل على التخلص من الكرب والهموم التي يمر بها صاحب الحلم. لو رأى الرجل زوجته المتوفية في الحلم فإنه يدل على مرور هذا الرجل بضائقة مالية. رؤية الابنة أو الابن المتوفي تشير إلى قدوم الخير والسعادة في القريب العاجل لصاحب الحلم. لو رأى الرجل ميت مجهول لا يعرفه في الحلم دل ذلك على استقامة الأحوال هذا الرجل وصلاحه. لو كان الميت سعيد في الحلم فهو يشير إلى تحسن أحوال صاحب الحلم. تفسير رؤية الميت في المنام للمرأة المتزوجة. لو ظهر الميت في منام المتزوجة وكان شخص مجهول فإنه يدل على الحصول على الخير الكثير لدى هذه السيدة في القريب العاجل إن شاء الله. لو قبل الميت المتزوجة في الحلم وكان من أقاربها فهو يدل على الثراء الذي سوف تتعرض له هذه السيدة في القريب إن شاء الله. أما لو كانت هذه السيدة حامل ورأت الميت في الحلم فإن ذلك قد يشير إلى حرصها على صحتها وصحة المولود والابتعاد عن كل ما يهدد صحتها. أما المرأة الحامل التي ترى أنها تموت أثناء الولادة ويبكي عليها الناس فإنها تدل على الولادة السهلة إن شاء الله.